لك اسباب النيرب. الساعة 9:30 صباحا شلف الطيران برميلين على حي الشعار، والحمد لله ما في غير يعني جرحى، ضحايا ما في، والاضرار مادية، والحمد لله رب العالمين. بس يعني نحن نطلب يعني من هالعالم، من الشعب انه يساندنا، انه شو يساندنا، انه يدعمنا دعم. يعني ما بدي واحد بس انا برا يقول لي الله الله يعطيك العافيه، بدي واحد هيك بدي دعم ملموس. انا بدي يعني عم نطلع الضربات، الخلع عم تفوت تحت ايدينا وما عم نعرف شلون نطالع. شو معدات اخي؟ يعني ما عندكم معدات ثقيله؟ ما في حدا عم يساعدكم؟ عندنا معدات ثقيله طاول. امبارحه ضربت الصالحين، بدنا باقر، ما احسننا ندبر باقر بألف يا زول، دبرنا باقر بعد ما مدت الخلع. طيب اخي، هلا البراميل هون عم تنزل شيء على مقرات؟ عم يضرب شيء مقرات هو؟ لا يا اخي ما في مقرات هون، شوفها كلها تطور، ما في حتى الصالحين، البنايات الضربة كلها مدنية، بيركين عبعيدوا بعض، عالم كلها معيدة، كلها ضربوا. هلا اليوم حي الصالحين، هي الشعار، طلع كلها مدنية، وزير المقاطع